جيت اليوم عشان عندي مفاجأتين لكم. أول مفاجأة، كلكم تعرفوا هالقاعة صح؟ فأنا شفت صورها وسمعت قديش أنتم الأهل تقعدوا فيها، فقررنا نغيرها شوي، إن شاء الله راح يصير هيك عن قريب. الجني بالفيلم بيلبي امنيات الناس، فاول كان عنده امنيه وامنيته انه يشوف ابطال حقيقيين، فجبته معي اليوم عشان اشوفه. الله الله الله.